تختتم اليوم الثلاثاء منافسات ثمن نهائي النسخة رقم 20 للمونديال بلقاء يجمع المنتخب البلجيكي بنظيره الأمريكي على ملعب أريانا فونتينوفا في مدينة سلفادور. المواجهة التي تنطلق في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة تحت إدارة الدولي الجزائري جمال حيمودي من الصعب التكهن بهوية المنتخب الفائز بها رغم فارق المستوى بينهما في مرحلة المجموعات. المنتخب البلجيكي نجح في تصدر المجموعة الثامنة بجدارة وبتسع نقاط كاملة بعد أن حقق 3 انتصارات على الجزائر بهدفين لهدف وروسيا وكوريا الجنوبية بهدف دون رد. ويأمل مع مديره الفني مارك فيلموتس في مواصلة مسيرة التألق وذهاب بعيدا في البطولة التي رشحه معظم المتابعين أن يكون حصانها الأسود قبل انطلاقها. من جانبه يسعى المنتخب الأمريكي بقيادة المدرب الألماني يورجن كلينسمان لاستعادة نغمة التألق التي غابت عنه في آخر لقاءين بالمجموعة السابعة عندما تعادل مع البرتغال بهدفين لمثلهما وخسر من ألمانيا بهدف دون رد بعد أن بدأ البطولة بشكل مثالي عندما حقق فوزا تاريخيا على المنتخب الغاني الذي مثل له عقدة كبيرة في آخر مشاركتين. كلا المنتخبين يمتلك العديد من الأوراق الرابحة والعناصر القادرة على تحقيق طموحات أنصاره، حيث يعتمد الشياطين الحمر على خبرة القائد فينيست كومباني مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي ومروان فلايني لاعب غريمه مانشستر يونايتد والموهوب أدين هازارد نجم تشيلسي. أما كلينسمان فيعتمد على خبرة حارس إيفرتون المخضرم تيم هاورد وحماس وجهد المكوك مايكل برادلي، بالإضافة لمهارة نجم الفريق كيلان تيدمسي الذي أحرز 2 في الدوري الأول. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. بكره ما تنسوش عندنا استوديو التحليل الدوره الرباعيه لاول مره سي بي سي 2 مع سي بي سي اكسترا، هيبقى مباراه على سي بي سي 2 اللي هي مباراه الاهلي ومباراه الثانيه تجمع الزمالك والسموحه، تبقى ان شاء الله عز وجل هتبقى على سي بي سي اكسترا. دي الاجواء ما قبل مباراه بلجيكا والمانيا. ده دلوقتي عادل، هل فوز بلجيكا طبيعي وفوز امريكا برضو طبيعي ولا فوز امريكا ممكن يكون مفاجاه؟ لا ما اعتقدش فوز امريكا هيبقى مفاجاه خالص، مش مفاجاه بالكمان بالمستوى اللي شفناه في الدور الاولاني. بالعكس امريكا قدمت اداء يمكن احسن من بلجيكا كمان. بلجيكا رغم فوزها بالثلاث مباريات ما قدمتش المستوى المتوقع من فريق اللي كله قال هيبقى الحصان الاسود للبطوله. فوز بصعوبه رغم انها قالت العلامه الكامل، بس فوز بصعوبه في المباريات الثلاثه على الجزائر 2-1 وعلى روسيا 1-0 وعلى كوريا الجنوبيه 1-0. امريكا الناحيه الثانيه عملت ماتش قوي جدا قدام غانا، كسبت 2-1، عملت مباراه رائعه مع البرتغال، كسبانه للثانيه الاخيره بالظبط هدف التعادل في الدقيقه 95، خسرت بصعوبه من المانيا 1-0، خسرت بصعوبه من المانيا 1-0. قدمت مستوى طيب جدا. الكفه ممكن تكون ارجح لبلجيكا، وكمان البطوله حتى لغايه دلوقتي السبع فرق اللي وصلوا دور الثمانيه هم اوائل المجموعات، فبلجيكا هي عشان كده ممكن تبقى هي المرشحه الاقوى. لكن لو امريكا كسبت ما اعتقدش تبقى مفاجاه. عايز اسالك سؤال، ده الاستاد مش كده؟ بالظبط. ولا انا مش واخد بالي؟ هما ليه الناس ما بيضربش بقى، ما بيضربوش بعضهم وهم داخلين؟ لا ولا حضرتك خدت بالك الماتش فضل عليه تقريبا امك ولا اللي جابت امك ولا تعالى وواحد بطح التاني بسنجه، واحد جاب مطوه وواحد مولع شمروخين، ليه قله الادب اللي احنا شايفينها قدامنا دي؟ لا هو حضرتك كمان الماتش خلي بالك فاضل له 10 دقايق. ما لان حضرتك كل واحد معاه التذكره بتاعته عليها رقم الكرسي، عليها رقم الباب اللي هيخش منه، عليها رقم المدرج، فلو راح حتى بعد الماتش بتدي بربع ساعه هيلاقي كرسي فاضي، مفيش حد ممكن يتقفل زي ما العيال بتوع عيني ماتوا في بورسعيد مثلا كده هم طالعين ويقعوا عليهم الباب الحديد وكده، ولا الناس دي بتروح تستمتع يا كابتن؟ مش رايحه تستمتع، ها مش رايحين خناقه، واللي بيروحوا يتخانقوا بيعتقلوا زي ما حصل في مباراه اظن مباراه المكسيك
على طول اللي عملوا خناقه في المدرجات في ساعتها اتحبسوا في ساعتها ولسه ما خرجوش لحد دلوقتي. يعني انا كنت في المغرب في كاس العالم للانديه اللي فاتت حصل مشكله في المدرج ما عدتش ما كملتش 45 ثانيه كان الراجل ده بره المدرج في المغرب كان الشرطه دخلت خدته والمدرج وطلعت بيه. طب عايز اسالك على مارك فيلموتس المدير الفني للمنتخب البلجيكي. هو زي حالاتي هناك هو سياسي هو مقدم برامج كان اعلامي يعني كان لعيب كبير في منتخب فيلموتس ده كنت بستمتع بيه والان مدرب عبقري. السياسه اللي هو طلع بيها او قال لك انا عندي 23 لعيب هيلعب ال 23 لعيب واكتر واحد بيعمل تغييرات في المنتخب بالظبط هل ده عشان الحر ولا ده عشان المنافسه بين اللاعبين ولا عاملها ليه؟ هو شايف ان كل اللعيبه اللي عنده نجوم شايف ان كل اللعيبه عنده تستحق تلعب. هو قبل البطوله حتى كان اعلن قائمه من 27 لعيب وقال ال 27 كلهم يستحقوا يروحوا صحيح استبعد بنتيكي الاصابه واستبعد اثنين كمان قال نتيجه برضو ان هو ما اقدرش اخدهم كلهم لكن شايف ان كل اللي عنده لعيبه كويسين فهو فعلا عمل تغيير في كل اللعيبه ما عدا حارس المرمى يعني هو ثبت بس حارس المرمى كورتوا لان طبعا ما يتغيرش ما ينفعش هروح فين هتروح منه فين يعني مع ان البديل بتاعه من يولي برضو عمل موسم رائع مع ليفربول هايل طبعا لكن هو شايف ان لعيبته كلها تستحق تلعب وهو اداهم الفرصه فعلا كلهم كان برضو صعوده بعد ماتشين اداله الفرصه الاكبر انه يدي المساحه لبقيه اللعيبه انها تلعب الماتش الثالث فبالعكس هو فعلا زي ما حضرتك قلت نوع من انواع السياسه انه خلى اللعيبه كلها جاهزه والناحيه الثانيه برضو ادى فرصه لكل لعيب مش اي حد هيروح كاس عالم يعني مش هتيجي كل مره يعني. هل دي اسهل فرصه لبلجيكا انها توصل للدور الثمن النهائي؟ اعتقد لان فعلا مجموعتها كانت معقوله كان متوقع انها تلعب مثلا فرقه زي البرتغال في دور الثمانيه دور 16 اسف حظها ان امريكا هي اللي صعدت او هتلعبها امريكا برضو قلنا فريق قوي عشان ما نقللش منهم لكن بلجيكا كاسامي في الملعب وكخبره لعيبه اعتقد اعلى شويه ففرصه طبعا ذهبيه لبلجيكا انها توصل لدور الثمانيه. اخر مره وصلت بلجيكا للسيمي فاينال كان الحارس العظيم جان ماري فاف بالظبط 86 86 ولولا ان هم لعبوا الارجنتين كانوا وصلوا المباراه النهائيه. لكني هل دايما مع وجود حارس مرمى كبير يعني كورتوا موجود دلوقتي وكان قبل كده شايف انه ده بيدي فرصه بيدي امال اكبر للمنتخب البلجيكي؟ اكيد لان كان بلجيكا كان لو حضرتك تفتكر كان بعد فاف جالهم واحد اسمه ميشيل برودوم برده كان حارس رائع جدا طبعا بلجيكا دايما بتطلع بقى مدرب ودرب اظن في السعوديه ودرب نادي الشباب وكان مدربين كويسين يعني مظبوط ومره قالوا انه بيدخن حشيش وعملوا عليه شويه مشاكل كده لا يا بلجيكا دايما بتطلع حراس اقوياء وطبعا حارس المرمى بيساعد كتير احنا كنا لسه بنتكلم عن نوير اعتقد طبعًا. المانيا من غير نوير كان ممكن تعاني في البطوله دي احنا ما اديناش حق هاورد كمان رغم انه 35 سنه حارس الامريكي وحارس ايفرتون يعني فعلا احنا ممكن نعد من ال 32 فرقه حوالي 22 او اكتر كمان حراس مرمى مميزين حتى منهم اللي خرج من الدور الاول بالظبط لو خدنا لو كمان شفنا الفرق اللي صعدت كلها يمكن عندها حراس مرمى اقل يعني جوليو سيزار برضو احد اسباب صعود البرازيل بضربات الجزاء قدام تشيل انا الحقيقه صعب عليها بيعيط بعد هو بعد مباراته مع تشيل برضو في ناس كتير ما عرفتش هو قال ايه بعد المباراه وقال انا بقالي اربع سنين بتشتم على مباراه هولندا بتاعه 2010 قال كنت بقى كان انتقادات في الصحافه وفي الملاعب لما بنزل الناس بتشتمني على بيقولوا انت كنت السبب ان احنا خرجنا قدام هولندا فقال النهارده لما لقيت الناس كلها بتهتف لي بعد الماتش ما قدرتش امسك نفسي من كل طيب خليني اقول لك خبر وبعدين اناقش معاك ظاهره الخبر. تعرف ريكاردو بلانشون ولا ما تعرفوش بتاع اورجواي ده الله يفتح عليك انت شكلك غاوي مجلس الشعب شكلك داخل الانتخابات اللي جاي ماليش دعوه ده سلوك زي سلوك عندنا كده كان عندنا تلاقينا في المجلس لك ازاي وكيف هو انه وتلاقي ناس مالهاش في الكوره خالص وجاي عامل لك وهو استجواب وبيان وشغلنا يوم الجزائر ده اقول لهم يا اخواننا فهموا احنا غلطانين ابوس على ايديكم انا عارف القصه وعايشها وكنت في السودان وهنا يا اخواننا بلاش عارف يعني يا اخواننا قلت لهم 100 مره ما فيش ده برضو طالب حكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفيفا يعني يعملوا ضد الفيفا عايز المندوب بتاعهم في الفيفا يستقيل وعامل مشكلة نفس السلوك مش عارف هو النظام ايه بس هو طبعا اوروجواي كلها يعني مستثاره جدا ضد الفيفا حتى رئيس اوروجواي في استقبال المنتخب قال يعني وصف مسؤول فيها بالاوغاد يعني طلع عليها كده بالنص طبعا كله عشان لويس سواريز ده ما قدموش استئناف سواريز هو الراجل قدم اعتذار طلع اعتذار النهارده لكليني وكليني رد إيه عليه بالظبط قالوا الموضوع خلاص. انتهى خلاص وانت ركز واتمنى ان الاعتذار ده يخفف من عقوبتك سلوك محترم جدا اتقال برضو يعني في كلام الناس بتقول ان برشلونه هو طلب من سواريز تقديم الاعتذار ده عشان خاطر هيبدا مفاوضات مع ليفربول كده يعني
عشان يبدا مفاوضات مع ليفربول وضمه. اعتقد الرقم اللي بيتقال لو اتقدم ليفربول هيوافق، لان الكلام بيتقال في 80 مليون جنيه استرليني رخيص. يا دوب 80 في كام الاسترليني؟ ب 20 دلوقتي وصل 13 تقريبا، 13 ولا اكتر. 80 في 13 ومعانا 167 مليون ده رقم كبير. طيب خليني اخدك بقى في الظاهره اللي موجوده وهي الاهداف. قلت لي واحنا في الفاصل فاضل لنا كام جون ونكسر بقى الرقم؟ فاضل لنا 20 هدف ونبقى اعلى مونديال في تاريخ تاريخ كاس العالم. كان اعلى رقم 171 في 98 في فرنسا 98. احنا وصلنا بهدف دي ماريا النهارده 151. طيب فخلاص 20 هدف ونكسر الرقم التاريخي لكاس العالم. طب ما تيجي نسبق العالم. ماشي ماشي يلا باش. عندنا المباراه فرنسا مع المانيا والبرازيل مع كولومبيا والارجنتين نقول مجازا مع بلجيكا ثم هولندا مع كوستاريكا. تمام. مجازا يعني ده الارجنتيني. ادي 1 2 3 4 تمام. قول لي بقى ممكن تمشي كام جون يعني عشان نعد ال 20 جون. بعد كده يبقى عندنا سيمي فاينل وبعد كده يبقى عندنا فاينل وثالث ورابع. الثالث ورابع ده انا بقول لكم فيه بتاع 5 جوان، ده ما في جون كتير عاده تبقى المباراه مفتوحه ما فيش فيها مشكله. تمام. يبقى فاضل لنا 15 نلعب فرنسا والمانيا. تشهد غزاره تهديفيه ولا صعب؟ لا ما اعتقدش. تعتقدش؟ ما اعتقدش. فرنسا والمانيا بطبيعتهم مش هيفتحوا الماتش. الالمان سؤالها جدا بس الفرنسيين كمان اقلعونا لان عندهم مدرب كويس قوي. ديشامب بيدير المباريات كويس قوي يعني حتى امبارح لما لقى المباراه متقفله قدام نيجيريا نزل جريزمان. جريزمان لعيب عالي قوي مع فالبوينا. عجبني بقى فالبوينا ده وحتى مش عارف احفظ اسمه الحقيقه. شفنشتايجر قعدت احفظ في اسمه 3 سنين والله ما بهزر والله ما بهزر في ايام كده. فالبوينا ده بس جميل. بمناسبه الاسامي في رقم قياسي اتعمل. اللعيب اللي جاب الجون بتاع اليونان اسمه سقراطس باباستا توبولوس. لا ده صاحب انا قلت له امبارح سقراطس انتوا كملوا او قلت لهم هاتوا الخواجه فؤاد راتب خواجه بيجو الله يرحمه اللي هو فاكرها دي في حركه. انا قعدت دورت في تاريخ كاس العالم كله ولقيت ده اطول اسم اللعيب جاب جون في تاريخ كاس العالم. قلت تاني اسمه باباستا توبولوس. لا سقراطس ده اسمه 16 حرف اطول لعيب في تاريخ كاس العالم جاب جون. هو ده قلت تاني باباستا توبولوس. انا اعمل لكم سبق في اخر الحلقه. ماتش فرنسا والمانيا لا هيبقى ما اعتقدش في جوان كتير يعني. طيب بنزيما انا عاجبني قوي. انا عادل انا حاسس ان انا بتفرج على زيدان. حتى بصت انت عارف زيدان وش الرجل الخارجي حتى لما يجي يكتمها ببطن رجله. هل هو متقمص شخصيه زيدان؟ هل هو وجد نفسه اخيرا في المنتخب بعد برضه هجوم عنيف عليه الفترات ليست بالقصيره؟ هو كمان لان شامب يديله الدور اللي تحت راس الحربه اكتر. أيوة. بيلعب جيرو راس حربه متقدم وبيخلي بنزيما يبقى هو اللي تحتيه اكتر. فعشان كده فعلا تالق جدا في المكان ده. بنزيما ناس كتير هجمته مع ريال مدريد مع ان كان دور كبير جدا السنه دي في الشامبيونز ليج تحديدا. هو ودي ماريا راجل يعني بالظبط يعني نص البطوله او ثلاث ارباع البطوله في الاخر. دايما الاضواء مسلطه على رونالدو وبيل كريستيانو رونالدو او جاريث بيل. انما بنزيما فعلا كان له دور كبير جدا وهو من نجوم فرنسا في البطوله مع فالبوينا طبعا ومع جريزمان اللي كنا لسه بنتكلم عليه. هل المباراه تصل ركلات ترجيح ولا مين اقرب للفوز من وجهه نظرك؟ وارد لكن اعتقد بالامكانيات اللي في الملعب اعتقد المانيا ممكن تكون اقرب رغم انها لغايه دلوقتي ما اقنعتناش في الاربع مباريات بالظبط. لكن كامكانيات لعيبه اعتقد المانيا ممكن تحسم المباراه اكتر. الاهلي بعت خطاب رسمي للزمالك لامبي للتعاقد مع مؤمن زكريا وده كلام انا قلته لكم من فتره لانه كان معار الى نادي الزمالك واعارته بتنتهي وبالتالي يعني تنتهي في شهر يناير اظن فبعت قبلها بست شهور حسب اللوائح يعني. وعبد الله جورج سعد بيقول انا مش هخش مجلس اداره الزمالك في الاوقات الحاليه. البرازيل مع كولومبيا ده ماتش هيبقى ممتع جدا يعني اتوقع كده لان كولومبيا بصراحه احلى فريق بيلعب كره في البطوله لغايه دلوقتي. كولومبيا اقنعتنا البرازيل لم تقنعنا خالص. لكن لما تيجي تسال مين مرشح يقول لك البرازيل. في اعتبارات تانية بقى الجمهور والارض وان البطوله تنجح وان الدنيا تمشي تنجح بالحكام يعني مش عايزين نقولها كده لكن بمنتهى الامانه كوره كولومبيا تكسب يعني. شايف لو اتكلمنا كوره من نظرك ان كولومبيا هي الاقرب فنيا لو المباراه مشيت بظروف طبيعيه اعتقد كولومبيا اقرب تدخل عامل خارجي. لكن المباراتين يشهدوا اهداف يعني يخلصوا في الملعب ولا يصلوا لركلات الترجيح. ممكن تطول فرنسا والمانيا يعني فرنسا كولومبيا اعتقد هتخلص في الملعب. طيب ندينا بقى هولندا وكوستاريكا اللي موجوده قدامنا. ما زال البعض بيراهن على حصان اسود اسمه كوستاريكا وان كان البعض بدا يقول لك لا بصوا الكوستاريكا كسبت اوروجواي 3 وبعدين ايطاليا 1 وبعدين اتعادلت مع انجلترا وبعدين اتعادلت مع اليونان ففي عد تنازلي هم كده بالنسبه لهم كف ووف. هو لعيبه كوستاريكا وقالوا حتى بعد المباراه مش مصدقين اللي احنا فيه
يعني بعض اللعيبه كانوا بيقولوا انتوا مش فرحانين او لا احنا مش مستوعبين مش مستوعبين اللي احنا بنعمله. لكن دي برضو حصان يعني سلاح ذو حدين لان ممكن يخشوا الماتش هم مش خسرانين حاجه فالموضوع يفتح معاهم. انما كان واضح قوي كمان بدنيا كوستاريكا من الدقيقه 60 انهارت يعني كمان صحيح. الطرد اللي حصل في مباراه اليونان انهاروا بدنيا يعني في الوقت الاضافي كان واضح ان هم مش قادرين حتى يستلموا الكوره. فاعتقد لا هولندا اقرب كتير في هولندا اقرب بكتير. وبالتالي المباراه دي ممكن يكون فيها جوان شويه ممكن طيب الارجنتين لو قلنا اسهل لها بلجيكا ولا امريكا ولا الاثنين بالنسبه لها سيان ومش هيبقى عندها مشكله. هي الارجنتين عموما برضو مش مقنعه لغايه دلوقتي بس النهارده ما كانوش وحشين هم حضرتك لو خدت بالك هم بيتحسنوا مع بعض بيتحسنوا يعني كلهم احسن من اللي قبلها ودفاعهم كويس ابتدى برضه يزداد صلابه مع الوقت لانه كان عنده مشاكل كتير في ماتشات الاولانيه لكن عنده برضه خلينا نرجع لحراس المرمى سيرجيو روميرو عامل البطوله كويسه جدا ده صحيح بيشيل كور صعبه جدا بس الناس يعني ما عندهاش قناعه بيه يعني دايما عندهم قناعه انه حارس مرمى الارجنتين سيء وبالتالي ما عندهاش قناعه بيه مع ان انا شايف الراجل عامل جيم او عامل بطوله في زي الفل بصراحه بالظبط روميرو بيعمل بطوله كويسه جدا هيفرق مع الارجنتين ان هي عندها يعني اللمسه السحريه القاتله بتاعت ميسي عمنا ميسي بيخلص يعني حتى النهارده في كوره برده في اخر الشوط الثاني قبل الوقت الاضافي عدى بسلاسه جدا من 3 4 لعيبه واداها لبالاثيو لكن الدفاع طلعها كورنر واضح ان المدرب اتعامل معاه نفسيا بشكل جيد فعلا ان هو اداله حريته يعني زي ميسي كان دايما مشكلته اللي كان الناس حتى تتكلم عليها ان برشلونه واخد حريته زي ما هو عايز في المنتخب ما بيقدرش يلاقي ده هو المدرب اداله حريته مدرب عاقل سبيل عاقل تحس غير جنان مارادونا لما كان لا مارادونا كان عايز يفرد الكاريزما حتى كتدريب هو تدريبي ما عندوش يعني فكره سبيلة يمكن يكون فنيا قليل انما نفسيا واضح انه متعامل كويس قوي مع لعيبته بالظبط طب ما اديناش لمدرب حقه انت اتكلمت على ديد تشامب بس ما اتكلمناش على بيكرمان مدرب المنتخب الكولومبي كفايه ان احنا نقول ان بيكرمان لغايه دلوقتي ما خسرش ولا مباراه في كاس العالم سواء مع الارجنتين في 2006 او مع كولومبيا في 2014 مدرب هايل جدا جدا يعني عمل فرقه كولومبيا ناس كتير قوي ما كانتش شايفه كولومبيا قبل البطوله صحيح بالعكس هو عمل لما فالكاو اتصاب كله قال فالكولومبيا هتخرج كله كما توقع هو لقى البديل لفالكاو ببساطه جدا مره بنشوف كونتيرو خميس لا خميس ده حاجه يعني خميس ده ورا راس الخامس رودريجوز طبعا اللي هو او جيمس رودريجوز انما مره بنشوف كونتيرو قدام مره بنشوف جاكسون مارتينيز قدام مره يعني كل مره بيقدر يستوعب الجزء راس الحربه ده خامس رودريجوز ده حدوته حدوته يعني لما راح موناكو الناس قالت مين ده صحيح مين اللي موناكو دافعين فيه 40 مليون ده بس اثبت طبعا ان هو نجم كبير قوي خلاص كل الكلام النهارده ان ريال مدريد هيموت عليه وهيبتدوا مفاوضات مع موناكو عشان يجيبوه فيرجسون رفض ياخده مانشستر مع ان فيرجسون ده من الناس اللي عينيها يعني ساعات بتفلت منه زي ما حصل مع بوجبا مثلا بوجبا كان عنده مظبوط وهو سابه وراح وبوجبا بيكسر الدنيا دلوقتي فساعات بتفلت بس منه لعيب كده فبرضه نفس الحكايه مع رودريجز طب انت هتجيلي تاني ان شاء الله بامر الله حسب ما اتفقنا بس برضه خلينا ننط كده شويه لحد ما تجينا النهائي مين ومين خلينا اقولها في صوره تمني اكتر المانيا والارجنتين المانيا والارجنتين خلينا الامنيات فقرتنا خلصت لكن مساء الخير رمضان مازال موجود هنطلع على المسلسل الجميل انا وبابا وماما اشرف عبد الباقي ونشوى مصطفى وما تنسوش بكره ان شاء الله الاستوديو التحليلي معنا المباراتين بالتعليقين كابتن بكر ورامي باجد ان شاء الله نكون معاكم بكره يا رمضان واكبر وسهر يا رمضان بعد انتظارنا